وانتم مزيان؟ الحمد لله صافا الحمد لله. مرحبا بينا. مرحبا بينا عندنا. اليوم جيت الافتتاح ديال رانيا فلوغز، صراحه افتتاح اللي هو زوين، عجبنا الحال وكنقول لها مبروك عليك وان شاء الله بالمزيد ان شاء الله وبالعطاء. صراحه فرحنا بزاف ونشطنا، عجبنا الحال، عائله طيبه واستقبال كان زوين وكنبغي ليها الخير وشكرا لكم بزاف. السلام، انا مها، جيت نتبع رانيا فلوغ، متبعها تبارك الله، دائما متالقه دائما هي وعائلتها، الله يخليهم ليها ويحفظهم ليها. جيت نشارك معها فرحتها ونشوف ليها المحل ديالها تبارك الله مزال بزاف بزاف، وحتى الاثمنه جد مناسبه وعائلتها كتخمق تبارك الله، وقيمه التواضع الله يخليهم ليها والله يحفظهم ليها ومزيد ان شاء الله من التالق. السلام عليكم، انا سناء، متبعه وفيه ديال الاخت رانيا فلوغ. صراحه عندهم واحد المحل رائع رائع، جيت الافتتاح ديالو كان كيتشرفني انني نجي لهذا الافتتاح. بالنسبه للمحل صراحه كيحمق فيه، انا صراحه تقديت منه في حويجات صراحه غزالين غزالين، اثمنه كذلك مناسبه. انا اللي عجبني اكثر لا كاليتي والاثمنه، ومعروف على رانيا شوب ديجا عندهم صراحه سلعه غزاله. المهم هذا النهار جيت نشارك الاخت رانيا الفرحه ديالها، افتتاح ديال المحل ديالها، جيت نشارك مع الفرحه ديالتها والتوفيق ليها، والله يسهل عليها ربي ويسر امرها. السلام عليكم، وباش غنبدا الكلام ديالي هو بعد الناس اللي جاو عندنا وفرحانين الحمد لله، والله الا فرحونا بزاف، وما كنتش منتظر كاع هذا الاقبال يكون بهذه الطريقه والناس فرحانين بك. واش غنقول، الله يسهل عليهم وكنتمنى يدوز كل شيء بخير ويكمل بخير. السلام عليكم، الله يسر الامور، الله يحفظكم اوليداتي. السلام عليكم، وكنتمنى لكم السعاده والمحبه، وكنشكر هاد الناس مساكن اللي كلهم جاوا وكبروا بينا، والله يستر لهاد الوليدات والله يرضي عليهم والله يجعل كل شيء مبارك مسعود ليهم، وكنشكروا كاع هاد الوجوه اللي جاوا عندنا والله يكبر بهم كما كبروا بينا. الوالدين شنو كيبغيو لاولادهم؟ تيبغيو ليهم غير السعاده والتوفيق، هادشي اللي تنبغيو، والله يخليكم ليهم امال والحاج، راه انتم ضربتوا تماره وقفتوا معاهم، الله يستر لكم الان. وشو تنشكروا هذا السيد مسكين حتى هو سعد الجليل، الله يحفظه ويحفظ وليداته، عمتها حتى هي مسكينه وقفت معها بنت عمتها، الحمد لله الناس كاملين ضربوا معنا تماره، والله يجازيكم بخير وسمحوا لينا. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير،
وكنشكر هاد الناس اللي جاوا وشرفونا وحضروا مع بنتي وش غنقول لكم وشاركوا معنا هاد الفرحه ديالنا حتى هما. وكنتمنى لإلياس ورانيا مسيره موفقه وداكشي اللي داكشي اللي بغيت لهم واخا نعيا ما نعبر عليه ما غنقدرش نوصفه للناس. وش غنقول لكم الله يسهل عليهم والله يكمل عليهم بالخير. وكنتمنى وشكرا للناس بزاف بزاف اللي جاوا عندنا الفال شكرا كنشكر المتتبعين تا هما كنشكرهم وكنشكر الحضور ديال هاد الناس تا هما كنشكرهم. السلام عليكم. اولا تنبغي نوجه اول كلمه توجه الشكر لجميع الناس اللي جاوا حضروا معنا لدا الان. تنشكركم بزاف من قلبنا تنشكركم وتنقولوا لكم بلا بكم حنا راه ما كاينينش. نتمنوا حنا اول حاجه كنا هضرنا عليها هي هضرت انا والسي الياس ليه اول حاجه لا كاليتي. الناس راه غايجيو عندك في الاول ولكن من بعد الا ما لقاوش لو برودوي مزيان راه ما غاديش يرجعوا. هذه هي اول حاجه انسيستينا عليها. الحمد لله نتمنوا ان هذه المنتوجات تعجبكم. كنشكر اختي انا بزاف زبيده على الوقفه اللي وقفات معايا غدا جايه وبلسات معنا انا عاوناتنا وهي وبنتها عائشه الله يسهل عليهم. واش غنقول هنا بالكتبه الاخوه. ايوا الحواه حتى الدنيا حواه حتى الدنيا. وكنشكر كاع المتتبعين والمتتبعات اللي جاوا كاع من المدن وجاوا شاركوا معنا هذا الافتتاح كنشكرهم بزاف. وانا كنقول لبنت خويا الله يكمل عليها هي ورجاء بخير وان شاء الله مسيره موفقه في هذا المشروع. وشكرا لكم وشكرا لجميع المتتبعين. شكرا لكم حيت دائما معنا ودائما مساندينا. شكرا لكم حيت دائما كتفرجوا فينا وواقفين في جنبنا. صراحه هذه كانت فكره من شحال هذه وعاد حن الله باش نشاركوها معكم وبفضل ديالكم حنا دائما مكملين. وشكرا بزاف. كنبغي نشكركم بزاف نشكر كاع الناس نشكر الناس اللي جاوا الناس اللي بعاد شدوا الترانات شدوا طاكسيات باش جاوا عندنا واحتفلوا معنا وشاركوا معنا هذه الفرحه اللي هي بالنسبه لنا شي حاجه كبيره. الحمد لله داز في اجواء زوينه عائليه اهم حاجه. الوالدين ديالي وديال رانيا كانوا حاضرين بقوه. شكرا لهم بزاف ضربوا معنا تماره مساكن لا صراحه وقفوا معنا بزاف. والحاجه اللي ما تيباركش فيها الوالدين والله انا الحمد لله مرتاح من هذيك الناحيه حيت الحمد لله الوالدين مباركين فيها وراك شفتوا كيف ما شفتوا. كلشي فرحان كلشي ناشط كلشي سبحان الله بقلب بيض ناشطين معنا الناس كلشي تيسلم كلشي فرحان. زعما حب الناس ما كيتقدرش بالثمن قسما بالله. زعما انا فرحان والحمد لله هذه الخطوه الاولى واللي جاي زوين ان شاء الله. الحمد لله راه باقي جايين شي حوايج جداد مازال تنفكروا فيهم انا ورانيا وكندرسوهم. والحمد لله اللي بغيت نقول لكم هو انني فرحان ونخلي عبد الجليل هو اللي يكمل. المهم فرحان بزاف والله. الناس اللي ما يعرفوش عبد الجليل راه هو البارتنير ديالنا والحمد لله. الكامله اللي شفتوها في هذا الفيديو راه هو اللي تكلف بها هو كلشي الاختيار ديالو. وكنتمنوا ان شاء الله ندخلوا لكم الجديد وكوليكسيون جديده ان شاء الله راه جايه في طريقك. اللي ما عجبته شي حاجه يجي عند عبد الجليل. السلام عليكم. معكم التاجر الكبير صاحب محلات رانيا شوب وشريك رانيا فلوغ في رانيا اوريجينال. شكرا لكم بزاف لان كتدعمونا وكتشجعونا وجاو عندنا الناس وعجبتهم السلعه ديالنا. وانا فرحان حيت درت شراكه مع رانيا فلوغ ومع الياس وكنتمنى ان شاء الله يكون من هنا لقدام الخير ان شاء الله بيناتنا. وكنشكركم بزاف الناس اللي كيدعمونا وكيشجعونا وكتعجبهم السلعه وكتقدروا معنا. كنبغي نقول خويا يونس واختي سهام واخا راكم بعاد كنتو حاضرين معنا في ابل فيديو وزعما ما كرهتشكم كنتو معنا. وش نقول لكم راكم في القلب وتنبغيكم بزاف وشكرا لكم على الدعم ديالكم من كندا ومن فرنسا. شكرا لكم بزاف بزاف. وخويا مجد غني عن التعريف حتى هو شكرا ليه. وياسين حتى هو مسكين بقى بعيد حتى هو حاضر في ابل فيديو. المهم الجاليه كامله حاضره في ابل فيديو. مي بون الحمد لله وان شاء الله منين تجيو راه كلشي ديالكم.